بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. قتل الإنسان ما أكفره، لعنة الله على هذا الإنسان الجاحد لنعم الله سبحانه وتعالى، المعاند للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات البينات الباهرات واضحة ودل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته، ومع ذلك تجد من يكذب بهذه الحقائق وتلك الثوابت، تراه معاندا مخاصما لربه سبحانه وتعالى، على الرغم أن هذا الإنسان يعلم يقينا أن الله عز وجل خلق الخلق بقدرته، والله تعالى الذي أوجد هذه المخلوقات جميعا بقدرته قادر على إعادتها بعد فنائه، ولكن هذا هو عناد الإنسان للحق وتعنت هذا الإنسان للحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو يكفر بذلك أو يكذب بما جاءت به الرسل، لكن في باطنه يستقر ذلك الأمر أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق، وأنه قادر سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد فنائهم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ بيوجه نظر الإنسان أن ينظر إلى نفسه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرشد العباد حتى ينظروا في آيات الكون المرئية المشهودة، وكذلك ينظر الإنسان إلى نفسه، كيف خلق هذا الإنسان ومن أي مادة خلق هذا الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ والله تعالى خلقنا كما نعلم، خلقنا من ماء مهين، وكان بداية خلق الإنسان أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من تراب، ثم نفخ فيه من روحه، ثم خلق ربنا سبحانه وتعالى زوجه منه، ثم كان التكاثر عن طريق النكاح بين الذكر والأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ خلق الإنسان من ماء مهين، من ماء حقير، خلق الإنسان من هذا الماء، عندما يجتمع ماء الرجل وماء المرأة ثم يكون ذلك الإخصاب. ثم السبيل يسره، يسر الله عز وجل لنا أسباب العيش، يسر لنا ربنا سبحانه وتعالى الأسباب الدينية والدنيوية. يبقى هذا الكون بأكمله سخره ربنا سبحانه وتعالى لنفع الإنسان ولكي ييسر على الإنسان القيام بالمهمة التي خلق من أجلها، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، وأيضا عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم السبيل يسر، ومرت علينا الآيات: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الحلال والحرام، بيّن لنا الحق والباطل، بيّن لنا الهدى والرشاد والزيغ والضلال، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا المآل، لو سلك هذا الطريق يبقى مآل الإنسان إلى تلك الدار، ولو سلك الطريق الآخر يبقى مآل هذا الإنسان إلى تلك الدار، حتى يكون على بصيرة من أمره. ثم السبيل يسر، فيسر لنا ربنا سبحانه وتعالى أسباب العيش، ويسر لنا ربنا سبحانه وتعالى
الطريق لكي نحقق هذه العبودية التي خلقنا من أجلها. والله تعالى أنعم علينا بهذا الدين وأنعم علينا بهذه الشريعة، فيتعرف الإنسان على نعم ربي سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين وأتممت عليكم نعمتي. هذا من تمام النعمة، أن جملة الأوامر والنواهي ربنا سبحانه وتعالى أكمل لنا ذلك، أكمل لنا هذه الشريعة، فكان لزاما على الإنسان أن يتبع هذه الشريعة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى كان المطالب من الإنسان يعني كيف أقابل إحسان ربي إلي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى اعتراف الإنسان بالفضل والنعمة لله سبحانه وتعالى ورؤية القلب لنعم الله سبحانه وتعالى يتطلب ذلك من الإنسان أن يقابل هذا الإحسان من رب سبحانه وتعالى بالإحسان، أن يحسن في عبادة الله وأن يحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى كما أمرنا، وأن الإنسان يمتثل ما أمر الله تعالى به من طاعات ويجتنب ما نهى عنه من معصية. ولا بد أن يقر ويستقر في داخل الإنسان أن الله تعالى عندما أمرني بهذه الطاعات ذلك أن الطاعة تعود بالنفع علي أنا، ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بذلك، ملك الرب سبحانه وتعالى لا يتأثر بطاعتنا أنه يزداد بذلك، لا، ملك الرب سبحانه وتعالى لا يزداد بما نفعل من طاعات. والله تعالى عندما نهانا عن المعاصي وأن نجتنب هذه المناهي هذا لصالح الإنسان، لأن المعصية والمخالفة تعود بالمضرة على الإنسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يضر شيء وملك ربي سبحانه وتعالى لا ينقص بما نفعل من معاصي. هذه أمور لابد أن تستقر داخل الإنسان. يبقى كيف أنظر أنا إلى شرع ربي سبحانه وتعالى؟ كيف أنظر؟ إحنا بننظر كده إن الشرع ده مجموعة من القيود تكبل حرية الإنسان. بعض بينظر هذه النظرة إلى الشريعة إنها مكبلة لحريته، مقيدة لتصرفات الإنسان، وبالتالي هو يريد أن ينطلق، يعني يريد أن يحصل على الحرية. طب ما هي الحرية التي يريد؟ هل الحرية في المعصية؟ هل الحرية في المخالفة؟ أم الحرية في تحقيق العبودية؟ لو كان فعلا بيطلب الحرية فالحرية في تحقيق الإنسان لعبودية الرب سبحانه وتعالى، تحقيق الإنسان هذه العبودية التي خلق من أجلها. لكن ترى الحرية في المخالفة، حرية في أن نتعدى الحدود، يبقى على ذلك هذا أمر غير مقبول في الدنيا، يعني هذا أمر غير مقبول. أقول لما إدارة المرور بتنظم كده السير في الطريق، يبقى إدارة المرور بتنظم السير في الطريق، يبقى هذا اتجاه لمن يذهب إلى هذه الأماكن، وهذا اتجاه آخر معاكس، وبالتالي وضعت هذه الإشارات لماذا؟ هل يا ترى تضييقا على الناس؟ تضييق أن تضيق عليهم الحياة؟ لا أبدا، ولكن وضعت هذه قواعد من أجل حماية الإنسان. يعني نقول على ذلك هذا يسير في الطريق المخالف، يبقى هذا يسير في الطريق المخالف، يبقى لو ترك الأمر هكذا يبقى حنجد التخبط وحنجد الفوضى وحنجد أيضا هلاك الإنسان، هلاك الإنسان، يبقى سواء الذي يركب الدابة أو الذي يسير على قدميه. فكانت قواعد المرور دي لكي تنظم حركة المسير سواء للمشاة أو لمن يركب في الدابة، قلنا حتى لا يحدث أي نوع من أنواع الفوضى، وكذلك أيضا حتى يكون صيانة وحماية للإنسان. يبقى دي قواعد بتنظم حركة مرور الإنسان أو سير الإنسان أو سير السيارات أو غير ذلك. يبقى يا ترى هي لتضييق الحياة علينا؟ هل هي دي مكبلات للإنسان؟ نقول لا، ما وضعت إلا لحماية الإنسان، لحماية الإنسان، وإحنا بنرضى ذلك الأمر. يبقى ده إحنا أدي أمر دنيوي إحنا بنرتضيه. طب ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا يبقى لما شرع لنا هذه الشريعة يبقى عبارة عن قواعد منظمة للعلاقات بين الناس، هذه صورة منظمة العلاقة بين الإنسان وبين ذلك الكون. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى هذه الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العبد في العجل والآجل وتدفع عنه المضار في العجل والآجل. الشريعة دي أتت لكي تحقق لي السعادة في الدنيا والآخرة وتدفع عني التعاسة في الدنيا والآخرة. يبقى من هو السعيد؟ يبقى الذي كان مفعلا لأوامر ربي سبحانه وتعالى،
تراه يحقق السعادة في الدنيا والآخرة، لأن السعادة لا يمكن أبدا أن تكون في معصية الله، لا يمكن أبدا أن تكون السعادة في تعدي الإنسان الحدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن سعادة المرء في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، وأن يقف عند الحدود لعلم ويقين أن الله تعالى شرع هذه الشريعة لصالحه لكي يحقق من خلال السعادة في الدنيا والآخرة، وكذلك أن أبتعد تماما عن الشقاء في الدنيا والآخرة. ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبره، كانت نعمة الدفن أيضا، هذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، ولولا ذلك ما استطاع الإنسان أن يعيش على ظهر الأرض، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ظهر الأرض لكي نعيش وباطن الأرض حتى تصون هذه الجثث، وكذلك تمنع انبعاث هذه الرائحة التي لا نستطيع أن نتحملها. ولذلك يبقى ايه، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يبقى الأرض ايه الظاهر بتاعها، يبقى بنعيش على ظهرها، وإذا مات الإنسان يبقى يوضع في بطنها، يبقى لما يوضع الإنسان في بطنها يبقى هي صيانة لجسده حتى لا ينهش هذا الجسد عن طريق الكلاب الضالة، وكذلك حماية للإنسان الذي يعيش على ظهر الأرض لأنه لا يستطيع أن يتحمل الرائحة النتنة التي تخرج من هذا الجثمان عند التحلل. فهذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان يعيش فترة من الزمن ثم يرحل الدنيا، وكذلك ترحل الدنيا ثم نقف جميعا، نقوم جميعا من قبورنا لكي نقف بين يدي الملك الديان يجازي العباد على ما قدموا من أعمال وأقوال في حياتهم الدنيا، ثم يساق الإنسان إلى الدار حسب ما قدم من أعمال، إما إلى جنة وإما إلى النار، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي الإنسان ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صوابنا الماء صباء، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كلا لما يقضي ما أمره، يبقى هذا الإنسان أرشده ربنا سبحانه وتعالى، أرشد هذا الإنسان كيف يتفكر ابتداء في طعامه، ابتداء كده في طعامه، وطعام ما يملك من دواب، يبقى الدابة دي مملوكة للإنسان، لكن هو لا يقوى على أن يجلب لها رزقا لولا أن الله تعالى هو الذي تكفل بأرزاق الدواب كما تكفل بأرزاق من يملك الدواب، فعلى ذلك ما استطاع الإنسان أن يأتي بحبة واحدة يقدمها إلى تلك الدابة التي يملكها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بأرزاق جميع الدواب التي نراها والتي لا نراها، التي نعلمها والتي لا نعلمها، فما من دابة خلقها ربنا سبحانه إلا وقد تكفل برزقها. فلذلك فلينظر الإنسان كلا لما يقضي الإنسان ما أمره، ما أتمش ما أمره به ربنا سبحانه وتعالى، يعني الإنسان يعني بيبحث عن حياته ولكنه بينسى ويتغافل عما أمره به ربنا سبحانه وتعالى، إن إخلاص هذه العبودية لله سبحانه وتعالى وأن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. كذلك كلا لما يقضي ما أمره، فالله تعالى جعل لنا حدا وجعل الدنيا حدا لم يأتي بعد قيام الساعة، لم يأتي بعد قيام الساعة. متى الساعة؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة، ولكن لا تأتينا إلا بغتة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، ومرت علينا آيات كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحايا. ده الدنيا وجيزة جدا، قصر عمر الدنيا، يعني قصر عمر الدنيا، لو حتى لو قالوا إن عمر الدنيا مليون سنة هذا يعني زمن ضئيل جدا بالنسبة للحياة الأخروية، دي حياة صرمدية أبدية. يعني أما الدنيا لو قلنا حتى هي مليون سنة، فعلى ذلك هنجد أنها بالنسبة لزمن الآخرة ده زمن ضئيل يتلاشى، لأن مهما كانت مهما طالت الدنيا ليها حد، ليها فترة زمنية عمرية كده، فعلى ذلك حينقضي الحياة وتأتي بعد ذلك الحياة الأخروية، وهذه حياة صرمدية لا انقطاع لها، ملهاش بقى عدد محدد من السنوات، لحنقول مليار سنة
ولا 100 مليار سنة ولا مليار مليار سنة، لا دي أبدية. فعلى ذلك تلاشى زمن الدنيا أمام زمن الآخرة، مهما إحنا رأينا أن زمن الدنيا ده يعني طويل، لا، قصر عمر الدنيا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قصر عمر الدنيا. وبالتالي ده عشان يبقى قصر أمل الإنسان، ده عمر الدنيا قصير. طب أنا عمري ده، أنا عمري يعني نسبة إلى الدنيا عمر ضئيل جدا، عمر الدنيا قصير، يبقى عمر الإنسان نقول على ذلك لحظة. وكذلك أيضا إن كان قصر عمر الدنيا يبقى لابد من قصر الأمل، يبقى قصر الأمل، يبقى الإنسان بيتعلم إن لأن طول الأمد وطول الأمل ينسي الإنسان أمر الآخرة، ينسي الإنسان أمر الآخرة. وأمال الإنسان بتبقى عريضة، يعني نقول أمال الإنسان تفوق عمر الإنسان، فلما بنشغل بهذا الأمل يأتي الموت بغتة هو لا يشعر. لكن لما الإنسان يعيش وأنه قد يدرك الموت في أي لحظة من لحظات، بيتربص بنفسه ويعلم الموت يأتي بغتة، وكل لحظة صالحة في حياتي أن يأتي فيها ملك الموت لكي ينزع هذه الروح، يبقى على ذلك يبقى الإنسان بينظر دوما أمامه، ينظر أمامه، ينظر أنه هو هيستقبل الآخرة. فعلى ذلك ما بيكونش في غفلة، ما فيش غفلة، ولا يتناسى ولا يتغافل عما أمر به. قلنا لماذا؟ أنه يخاف، يقدرش يفوت هذا الأمر، مخافة أنه يأتي الموت، وكذلك يخاف أنه يرتكب محظور، مخافة أن يأتي الموت. يبقى حنجد أن الموت، تذكر الموت نافع للمؤمن. ليه نافع للمؤمن؟ بينضبط سلوك المؤمن به. ليه؟ لأنه لو النفس الأمارة بالسوء حدثته أن يتغافل عن أمر من الأوامر، فعلى ذلك يخشى أنه يعني لو تغافل يأتي الموت عند ذلك، فكيف يختم له؟ وإن كان النفس الأمارة بالسوء بتحدثه لفعل معصية أو مخالفة، يبقى تذكره الموت يبقى حيبعده عن ذلك. ليه؟ مخافة أنه لو ارتكب هذا المحظور يموت، يموت في هذه اللحظة، يختم له بهذا العمل السيء. ويعلم يقينا إنما الأعمال بالخواتيم، يعلم وأن الإنسان سيبعث على ما مات عليه، سيبعث على ما مات عليه. فلما بيكون التصورات دهيت موجودة عند الإنسان وبيغفلش عنها، يستصحب ذلك في حياته، يبقى على ذلك هو متربص لنفسه، متربص، يبقى يعلم إن هذه لحظة من الممكن أن يأتي فيها الموت، فأنا بجتهد، أجتهد. حتى ترى هذا الإنسان لو كان لم ينشغل بطاعة حينشغل بالذكر. لماذا؟ لأنه عسى الموت أن يأتيني الآن، فأنا أنشغل بذكر ربي سبحانه وتعالى، لا ينشغل أبدا بمعصية، لا ينشغل لا بارتكاب المعصية ولا أن يفكر في معصية، يعني ولا أن يفكر في معصية، ويستحي من ربي سبحانه وتعالى لعلمه أن الله تعالى مطلع على ما في داخله. الناس لا يطلعون، الدنيا بسيرة لا تستطيع أن تصل إلى ما بداخله، لا تستطيع، لا ملك حتى مقرب ولا نبي مرسل، ولا الدنيا بسيرة لو اجتمعت حتى تنظر إلى ما بداخله ما استطاعوا، ولكن لا ينظر إلى ما بداخل الإنسان ولا يعلمه إلا رب العباد سبحانه وتعالى. فالعبد لابد أن يكون يستحي من رب سبحانه وتعالى، يستحي، يبقى على الرغم من الإنسان لا يؤخذ بحديث النفس، ولكنه يستحي من رب سبحانه وتعالى أن يفكر في معصية أو في إثم أو مخالفة أو يتخيل ذلك، فيستحي من ربي. فحياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى بتجعله يدفع هذه الأفكار السيئة. كلا لما يقضي الإنسان ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعام، إيه المطلوب؟ انظر بقى، انظر كده وتأمل وتفكر في الطعام اللي احنا أساسا بنطعمه بنأكله أو نقدمه إلى البهائم، كيف وصل إلينا هذا الطعام، كيف وصل. وهذه الآيات أيضا بتدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، وانظر كيف أحيا الله عز وجل الأرض بعد موتها، انظر كيف أحيا الله الأرض بعد موتها، ودي صورة كذلك تخرجون، احنا هنخرج بهذه الصورة. يبقى كحال النبتة لما تنبت من الأرض، كذلك أيضا خروج الإنسان هيكون بهذه الصورة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. بتشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، أرض ميتة وبذرة ميتة، وبالتالي لا حياة لا في الأرض ولا في البذرة، وبالتالي نضع البذرة في الأرض ثم نسكب عليها الماء، فنجد بعد ذلك الأرض تتشقق وتخرج هذه النبتة
الضعيفة تخرج. فصورة هي مرئية، يعني أمر مشاهد، أمر مشاهد، فكيف أغفل؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أحيا الأرض بعد موتها وكذلك يحيي الموتى. أرض ميتة أحياها ربنا سبحانه وتعالى، ونحن أموات يحيينا ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك تخرجون، نخرج كما تخرج هذه النبتة كما قال ربنا سبحانه وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي انظر بقى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقني وامتن علي أنه خلقني سبحانه وتعالى، والله تعالى من منته ومن إحسانه ونعامه أنه بيّن لي لماذا خلقني، ومن إنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى أنه وضح لنا الطريق. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومنته قال لنا أن تسلكوا هذا الطريق، إياك أن تسلكوا الطريق الآخر. لماذا؟ هذا طريق يوصل إلى نعيم مقيم، وهذا طريق يوصل إلى عذاب مهين. فعلى ذلك الأمر مرئي واضح، وده من إحسان ربي إلينا سبحانه وتعالى، ومن إفضاله سبحانه وتعالى، ومن إنعامه ومن رحمته سبحانه وتعالى. يبقى خلقني وبين لي لماذا خلقني، وبين لي كيف أحقق ما خلقت من أجله، ويسر لنا ذلك السبيل، وسخر لنا ذلك الكون لنفع الإنسان، ولكي يسعى عليه أن يقوم بهذه المهمة التي خلق من أجلها. انظر بقى، يعني لك أن تنظر، فلينظر الإنسان. يبقى دي لفت النظر، إن إحنا ننظر، إحنا بنقرأ الآية فلينظر الإنسان إلى طعامه، لكن ما بننظرش، يعني خلاص، يعني إحنا بنقرأ الآية فقط، لكن الآية بترشد إن إحنا ننظر نتأمل، لأن هذا الأمر لا شك أنه يؤثر في إيمان الإنسان. هو الإنسان بيزداد إيمان إزاي؟ كيف يزداد إيمان؟ إما بقراءة الآيات المقروءة، أو رؤية الآيات اللي هي المشهودة المرئية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في آيات الكون المشهودة دي، يزداد بها المؤمن إيمانا، يزداد بها المؤمن إيمانا، وكلها دل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، على قدرته. وبالتالي منها هذه الصورة، إن لما بأنظر كده إلى النبتة، أرض مر على الأرض كده، ودي أرض ميتة، ميتة تماما، وأدي بذورة هي، يعني هذه البذرة لو لم توضع في الأرض لصارت على حالها، أيضا بذرة ميتة. فعلى ذلك بننظر، وضعنا البذرة في الأرض وبعدين سكبنا الماء عليها، بعد فترة بنجد كده نبتة ضعيفة خضراء بتخرج من بين إيه؟ على ظهر الأرض، تشققت الأرض لها بأمر من الله سبحانه وتعالى. هي النبتة الضعيفة دي ممكن أساسا تخترق الأرض، ممكن تخترق الأرض، لا، ولكن الله تعالى هو الذي أمر الأرض أن تتشقق لهذه النبتة. دي نبتة ضعيفة، يعني انظر كده، نبتة ضعيفة جدا، دي ممكن أساسا تخترق الأرض كده الجامدة، لا، ولكن إيه؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وإن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها. يبقى كيف تشقق الأرض؟ تشققت بأمر من ربها سبحانه وتعالى لتخرج هذه النبتة التي قدر الله عز وجل أن تخرج إلى الحياة. فلينظر لسان طعامه أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا. يبقى الأرض إحنا دي أمور يعني طبيعية إحنا بنراها، بتمر علينا هكذا، يعني دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن بتمر علينا هكذا. طب من الذي شق الأرض لهذه النبتة؟ ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل، وهو قال لنا ثم شققنا الأرض شقا. شقا ليه؟ للنبات، لتخرج هذه الزرعة الضعيفة، ضعيفة جدا، يعني نقول الزرعة دي يعني تقوم بشق الأرض، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شق الأرض لهذه النبتة الضعيفة. الأرض مأمورة، هذه أرض مأمورة، فربنا سبحانه وتعالى يعني يقول للإنسان انظر، أعيد البصر مرة ثانية ومرة ثالثة إلى هذه الآيات، لا شك أنها تؤثر في نفس وفي قلب المؤمن، يزداد بها إيمانا، فأنبتنا فيها حبا، والنبات دهوت يعني بإذن ربك سبحانه وتعالى، ده الزارع عليه أنه هو يضع البذور وبالتالي يسكب الماء عليها، لكن يا ترى بالحتم واللزوم يكون الانبات، لا، هذا لا تنبت البذره او لا تحيا البذره ولا يخرج هذا النبات الا ان اذن ربنا سبحانه وتعالى، الا ان اذن ربنا سبحانه وتعالى. ما احنا في الحياه بنجد هذا رجل تزوج بامراه وبالتالي نقول لم ينجبها، طب يا ترى ليه؟ اين العيب؟ فين؟ هو العيب في الرجل ولا العيب في المراه؟
الأطباء قاطبة قالوا لا عيب في المرأة ولا عيب في رجل، لا عيب يمنع الإنجاب، ولكن لماذا لم ينجبها؟ لأن الله تعالى قدر ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ويجعل من يشاء عقيمة، هذا قدرة الرب سبحانه وتعالى. فبرضك النبتة أدي أرض خصبة وجيدة وبذرة أيضا من أجود أنواع البذور، وبالتالي وضعت في الأرض وسكتنا على الماء. ترى هل بحد لزوم تخرج الزرع؟ لا، لا تخرج إلا إن أذن الله عز وجل، إلا أن قدر ربنا سبحانه وتعالى. ده تقدير الرب سبحانه، هذا تقدير الرب. لذلك الله عز وجل يقول أيها الإنسان تفكر في ذلك، تفكر يعني إزاي الإنسان يبعد عن هذه الآيات المرئية المشهورة. فينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، وإحنا اللي جبنا المطر من السماء، إحنا اللي أساسا جلبنا هذا المطر من السماء. لا، احنا بننزل بننتظر يعني هذه الرحمات من ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لما بيكون في جدب وقله مطر ماذا نفعل؟ احنا بنصلي صلاه الاستسقاء. في صلاه الاستسقاء اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، ياتي ذلك المطر، ياتي هذا المطر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغيث هذا الانسان بدعاء ربنا سبحانه وتعالى فينزل المطر. واحنا نملك المطر؟ لا نملك، ولا نملك ان المطر ده ينزل، ولكن متى ينزل المطر؟ باذن رب سبحانه وتعالى، ان قدر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وهذه شرع لنا صلاه الاستسقاء. ان قل المطر ماذا نصنع؟ نصلي صلاه الاستسقاء. يبقى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لنا وشرع لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الصلاه. من اجل ايه؟ لما يكون في جدب وفي قله مطر. يبقى احنا كيف ناتي بالمطر من السماء؟ يبقى بالتضرع والدعاء، وأن يستغيث الإنسان برب سبحانه وتعالى ينزل هذا المطر. يا ترى احنا جلبناه؟ يبقى رب سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك. يبقى مطر ينزل فين وعلى أي الأماكن وعلى البقاع، كل ذلك بتقدير ربك سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى عشان يعني تعظم الرب سبحانه وتعالى، وكذلك تعلم قدرة الرب سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، هو المستحق أن يفرد بالعبادة دون سواه. فلذلك قال سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نوع لنا وصنف لنا هذه الأصناف الكثيرة من ألوان الأطعمة. يبقى ده لو كان طعام واحد ممكن يمل الإنسان، يمل، ولكن أطعمة متنوعة متنوعة، يعني كلها بتسقى بماء واحد، كلها بتسقى بماء واحد، لكن على ذلك تنوعت هذه الأنواع والأصناف. متاعا لكم ولأنعامكم، يبقى متاع. يبقى الإنسان يطعم هذا الطعام ويستمتع بهذا الطعام وهذا الشراب. من الذي جلب لنا هذا الطعام؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقولش بقى ده في دلوقتي أدوات زراعية متقدمة، يعني قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قلنا لو اجتمعت كل الأجهزة أو الأدوات المتطورة والآلات المتطورة على أن تستخرج قطرة من الماء، ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الماء ينزل في عمق، مش هيمنع الماء لكن ينزل في عمق لا تقوى يعني هذه الآلات المتطورة أن تصل إلى ذلك الماء. ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصل لنا خروج الماء من هذه العيون والينابيع. ربنا سبحانه وتعالى قال رأيتم من أصبح ماؤكم غورا، يبقى ينزل مسافات طويلة كده، مش جفة الأرض، لا البئر هو في ماء ما جفتش فيه المياه، لكن هو غار يعني في عمق كبير جدا. يبقى الآلات دي لها عمق ممكن تصل إليه، لو يعني عمق كان أعمق من أن تصل إليه الآلات دي، هيستخرجوا الماء إزاي؟ قطرة ماء هو. يبقى نجد إن هلاك يعني كل من يعيش على ظهر الأرض هلكوا بإيه؟ بإن منع الماء؟ لا، هو الماء موجود أهو، بس إحنا لا نستطيع أن نصل إليه. طب احنا بنصل الماء ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسر لنا هذا الخروج، وكذلك ايضا هذا الماء مرفوع بحيث ان الانسان يستطيع ان يتناول هذا الماء. يبقى لكن احنا اعتدنا على رؤيه هذه الاشياء، وبالتالي ما بنستشعرش بهذه النعم.
متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى حتى ما أملك من أنعام أنا الأقوى أن أجلب لها رزقا، لكن رزق ورزق الأنعام دي على ربي سبحانه وتعالى. طب بعد ذلك يعني كيف بقى يكفر إنسان ويجحد نعم الرب عليه سبحانه وتعالى؟ كيف لو أن يصرف العبادة لغير الله؟ كيف لو أن يشرك بربه سبحانه وتعالى؟ كيف له ألا يستجيب لكلام ربه سبحانه وتعالى؟ وكيف له يعني أن يستعمل هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى؟ يبقى يدعون له الولد، والله عز وجل يعافيهم ويرزقهم. يدعون له الولد والله تعالى يعافيهم ويرزقهم ربنا سبحانه وتعالى ويمهلهم، وإن عسى أن يتوبوا ويعني يوحدوا ربهم سبحانه وتعالى، عسى أن يتوبوا ويستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى، وعلى ذلك الله عز وجل يرزقهم ويعافيهم. والإنسان في طغيانه وفي بغيه وفي عتوه وفي عناده ما زال ماضيا، ما زال متجرئا على فعل معصية. هو لما يجي يعصي، طب أنت بتعصي بإيه؟ بنعم ربك سبحانه وتعالى. يبقى المال ده من نعم الله سبحانه وتعالى، الطعام ده من نعم الله سبحانه وتعالى، هل يتقوى بالطعام لفعل المعصية؟ نقول يعني أنت دي نعم ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي منحك ذلك وأعطاك ذلك. أنت تفكر كده، لماذا أعطانا الله عز وجل هذه النعم؟ هل يا ترى لطاعتي أم لعصياني؟ لطاعتي. طب إزاي أنك أنت تحول بقى يعني هذه النعم إلى أن تستعملها في معصية الله؟ ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لما يأتي بقى هذه الصيحة يوم القيامة، فإذا جاءت الصخة في هذا اليوم ماذا سيحدث؟ قلنا يحدث أمر كده تذهل عنه العقول، الإنسان يفر من أقرب وأحب الناس إلى قلبه، هم يفرون كذلك، ممكن الإنسان لا يتصور ولا يتخيل، لا يتخيل. شوف أحب الناس إلى قلبك ويعني أقرب الناس إليك ستفر منهم يوم القيامة. يا ترى إيه السبب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد منشغل بنفسه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحشر رجالا ونساء على صورة واحدة حفاة عراة غرلا، فعائشة رضي الله عنها تقول سوءتا الرجال والنساء؟ أي رجال والنساء ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال عائشة الأمر أشد من ذلك. يعني الإنسان ما فيش تفكير في الأمر ده أبدا أبدا، ده الإنسان حيبقى أهوال عظيمة جدا، منشغل بنفسه لا يعلم، بيرى البعض بيكب على وجهه في النار، يرى هذا الميزان خف ميزان فلان فحيلقى في النار، فيهتم بإيه؟ فيحش تحشرون حفاة عراة غرلا، وبالتالي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلما قال ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد منشغل بنفسه. ده حتى الأنبياء وحتى الرسل. نعم، في حديث الشفاعة الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي في الشفاعة الكبرى، فمعلوم ان العباد يعني يقفون والابصار شاخصه ربي ينتظرون الابصار شاخصه ينتظرون متى يجيء الرب سبحانه وتعالى الفصل بين العباد، وبالتالي يجتمعون بعد ذلك ويقولون يعني ينظرون يا ترى ما الذي يشفع، من الذي يشفع عندهم، من الذي يشفع لهم عند ربهم ليبدا في الفصل بين العباد. فعلى ذلك يأتون من ادم عليه السلام يقول نفسي نفسي لا اساله الا نفسي، ادم عليه السلام. وبعد كده يحلهم إلى نوح، يحلهم بقى إلى أولي العزم من الرسل، آدي نوح عليه السلام وآدي إبراهيم وآدي موسى وآدي عيسى عليه السلام، كل هؤلاء كل منهم يقول نفسي نفسي لا أسأله إلا نفسي. يعني حتى عيسى عليه السلام يقول لا أسأله اليوم مريم لا أسأله إلا نفسي، يعني عيسى برا بوالدته يعني لا أسأله مريم التي ولدتني. ده من شدة الأهوال، أهوال عظيمة جدا جدا. تخيل بقى أن أقول العزم الرسل يعني على ذلك كل منهم يقول نفسي، حتى أنا نفسي نفسي لا أسأله إلا نفسي، الأمر شديد، هول شديد جدا. لكل امرئ منهم إذن شأن يغنيه،
مقبل على أشياء أنا مش عارف النتيجة، النتيجة بتاعتي تبقى إلى جنة وإلى نار. مسألة لا أهتم بأي إنسان حتى أحب الناس إلي، أنظر لسه أشوف نتيجته أنا، نتيجته هتكون إيه الأول؟ ده لما أطمئن على حالي يبدأ الإنسان يسأل، يعني لو أطمئن على حالي وأنه من أهل الجنة يبدأ يسأل، لكن قبل ذلك أسأل؟ لا. مهما يكن يعني حبك لفلان أو قرب فلان منك، يعني أقول على ذلك تقول نفسي 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 نفسي، موقف يعني عصيب جدا. فهذا الموقف سيفر الإنسان من أقرب وأحب الناس إلى قلبه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، دول أقرب الناس إليه وأحب الناس إلى قلبه. إيه السبب؟ إيه السبب؟ إيه الداعي؟ يا واحد مش متصور، لا، لكل امرئ منه وإذن شأن يغنيه، يعني انشغل الإنسان بنفسه. لما تيجي تتطاير الكتب كده، أنا انشغل بغيري؟ ده أنا منشغل أنا حلقه في الكتاب ده إزاي؟ يعني يا ترى ما هي دي نتيجة، بيميني ولا بالأخرى؟ لما الإنسان يسير على الصراط كده لا يعلم، دي كلاليب أمامك عمالة تخطف الناس وتضع ويكبون على وجههم في النار، يبقى انشغل فين فلان ولا فلان؟ ده يعني يذهل الإنسان. كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. ثم فصل لنا كده عشان نتخيل يعني في الموقف ده، يبقى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم إيه؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شوف السكران بيترنح ازاي، ده من شدة أهوالهم القيامة كده، يعني ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يعني أمر. تخيل بقى، يعني أنت تتخيل أم تتخلى عن ولدها، يعني شوف بقى من شدة الفزع، المرأة الحامل دي اللي كانت مهتمية بالحمل وتنتظر ذلك المولود، خاصة لو كان المولود الأول والكل كده بينتظر، يبقى تضع الحمل ده من شدة الفزع والخوف، يعني من شدة الفزع والخوف، خوف وفزع، خوف وفزع شديد جدا. يعني تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل يعني تذهل، يعني معناه ما تفكرش في هذا إيه المولود ده. في الدنيا كان من الممكن تفدي هذا المولود بحياتها، يعني في الدنيا كده تفدي هذا المولود بحياتها، فلكن لا، ده تذهل تماما، تذهل تذهل تماما. وادي المرأة الحامل كانت يعني الكل فرحان ومسرور بهذا الحمل، تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم بين بقى النتيجة، في نتائج تظهر على وجوه الناس، نتيجة الأعمال بتاعتنا دي هتظهر على وجوهنا يوم القيامة، يعني إما تكون يعني وجوه كده يعني سوداء أو بيضاء، يعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه، بس مش سواد لأن هو البشر لونها كده، لا، ده نتيجة النتيجة، نتيجة الأعمال، لما يرى أنه هو أساسا سيساق سوقا إلى النار شكله يكون إزاي، مدى الرعب والخوف والفزع الذي يكون على وجهه. فعلى ذلك الوجوه يعني حتتميز، يعني في التمايز أهو، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، مستنيرة كده، مستنيرة ضاحكة مستبشرة، لما حتبشر بقى بالجنة، لما يلقى في هذا الكتاب بيمينه ترى بقى أثر الفرحة غامرة على وجهه وتستنير هذه الوجوه. نعم كانت طائعة ربها سبحانه وتعالى. طب في المقابل شوف الوجوه التانية بقى، شوف الوجوه التانية: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، يعني تغشاها بقى يعني السواد والظلمة الشديدة. أولئك هم الكفرة الفجرة، اللي هم كفروا بنعمة الله وكذبوا الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق وكانوا في مرح وسرور يعني في الدنيا، لكن تنقلب بقى المسألة، تنقلب. أدي نتيجة الأعمال، وإحنا مرت علينا في سورة القيامة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كليحة كده، كليحة سوداء مظلمة،
سوداء مظلمة. وذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الطاعة لها أثر على وجه الإنسان، وأثر على بدني، وأثر على قلبي، وأثر على رزقي، وأثر على علاقتي بالناس، والمعصية كذلك. يبقى ذكر كده أن الطاعة، يبقى الطاعات لها أثر مرئي في الدنيا، أثر مرئي في الدنيا، فده أدي الأثر ده حنراه أيضا في الآخرة، أثر مرئي. الطاعة لها أثر على الوجه، وليها أثر على القلب، على الباطن أهو، وليها أثر على البدن، وليها أثر على الرزق، وليها أثر في علاقة هذا الإنسان بالناس. والمعصية كذلك لها أثر على الوجه، وليها أثر في القلب، وليها أثر في البدن، وليها أثر على الرزق، وليها أثر أيضا في علاقة هذا الإنسان بالخلق. يبقى الطاعة، يبقى حنجد كده يعني في ضياء في الوجه، ضياء نور في القلب، قوة في البدن، سعة في الرزق. شو الرزق كده يأتي بالطاعات؟ يأتي بالطاعات، يعني الرزق كده يأتي بالطاعات. ويحرم الإنسان الرزق إيه؟ في المعصية والذنب. فكذلك أيضا تجد محبة الناس لهذا الإنسان الطائع لربه، ممكن يبقاش في علاقة لا نسب ولا مصاهرة ولا سابق معرفة، لكن أنت ترى هذا الرجل تحبه. طب لماذا يا ترى دخل حب هذا الرجل إلى قلبك؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى تكفل بذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ود، محبة في قلوب العباد. احنا عارفين الحديث ان الله تعالى اذا احب عبدا ماذا يكون الحال؟ ينادي ربنا سبحانه وتعالى على جبريل عليه السلام، ده افضل الملائكه. الله تعالى ينادي يا جبريل اني احب فلان فاحبه، فيحب جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام ينادي فين؟ في اهل السماء، ان الله يحب فلان فاحبوه، اهل السماء يحبوه، ثم يوضع له القول في الارض. يعني انظر بقى، محبوب من خلق الله سبحانه وتعالى، ودي علامه على محبه الرب ومحبة الملائكة لهذا الإنسان. الملائكة في السماوات يحبون هذا العبد لأن الله تعالى أحبه. والله تعالى ينادي على جبريل أن يحب فلان باسمه كده، فيحب جبريل عليه السلام. يبقى محبوب عند ربك سبحانه، محبوب في أهل السماء، ومحبوب في أهل الأرض. طب هو عمل إيه؟ ماذا صنع هذا الرجل؟ إيه المعروف الذي صنعه لهؤلاء مثلا؟ هل أطعم هؤلاء إن هم يعني أهل الدنيا؟ لا، ولكنه استقام على أمر ربه، استقام كده. ممكن يكون إنسان يعني لا يجيد العلاقات الاجتماعية، لا يجيد العلاقات الاجتماعية، مش اجتماعي نقوله، لكن محبوب. لماذا؟ هو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سجل لهم الرحمن ودا. هو أتى بالمقومات دي، مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، مقومات التي يشبهها كان محبوبا عند رب سبحانه وتعالى وفي أهل السماء، ويوضع عليها القبول في الأرض، يوضع عليها القبول في الأرض. ماذا صنع هذا الإنسان؟ إيه اللي صنعه؟ هو استقام على أمر ربه، آمن ثم استقام على إيمانه، لم يلتفت لا يمينا ولا شمالا، ولم ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. كان بغيته دائما هو كيف أصل إلى رضا ربي سبحانه وتعالى، دي بغيته، دي أساسا هدفه، ده الهدف المرء أمامه كده، كيف أصل إلى رضا ربي سبحانه وتعالى، يعني كيف أرضي ربي سبحانه وتعالى. فلذلك هو لا يقصر في أي طاعة كانت في مقدور، وكذلك لا تراه مرتكبا أي محظور من هذه المحظورات، ولو زلت القدم عاد وتاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى من قريب. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، يعني أنت بترى وجه فلان ده وجهه عليه فرح والسرور كده، احنا عارفين ده وجه عابس وده وجه كالح كده، وده وجه كده عابس وده وجه عليه سرور وفرح، يعني الوجوه كده بتبان. يعني هي يعني دي احنا بنقرا ما في داخل الانسان على صفحات الوجوه. يبقى لو انسان حزين، يعني لو قال لك انا حزين، لا ما قالكش، لكن انت عرفت انه حزين، عرفت منين؟ وجهه. يبقى يعني الحزن ده شيء داخلي اهو، بس ظهر فين؟ على وجه هذا الانسان. فعلى ذلك يعني احنا بنساله مالك؟ في ايه؟ انت كده وجهك في حزن شديد، يعني هو ما قالكش انا حزين، بس انت عرفت ازاي؟ قرأت ذلك على صفحة وجه هذا الإنسان. إنسان بتجده كده عنده سرور وفرح، فعلى ذلك أنت بتستبشر وتسأله يا ترى يعني ما هذا الفرح وهذا السرور؟ عرفت منه؟ وقال لكش أنا فرحان ومسرور، ولكن صفحة وجهه قالت ذلك الأمر. فما بداخل الإنسان نراه فلتات اللسان على صفحات الوجوه. فالله تعالى بيّن لنا بقى هذا وجه بقى مستنير، يعني لما استنار هذا القلب بطاعة الله وبذكر الله سبحانه وتعالى رأينا ذلك على صفحة الوجه. ولما كان هذه قلوب قاسية
حرمت من ذكر ربها سبحانه وتعالى، رأينا ذلك على صفحات الوجوه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ربنا سبحانه وتعالى أظهر نتائج ما قدموا الأعمال على وجوه هؤلاء. يبقى لو كان من أهل الطاعة ظهر هذا الفرح والسرور واستنار ذلك، وجوه ناضرة ناضرة تعرف وجوه نضرة النعيم، لأنه هو أنعم الله عز وجل عليه بالطاعة وأكرمه الله عز وجل بالطاعة، فهذا إكرام من الله عز وجل له في الدنيا وإكرام من الله سبحانه وتعالى له في الآخرة، أولئك في جنات مكرمون. لكن هو أولا ربنا سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان بالطاعة، دي كرامة لهذا الإنسان، كرامة وشرف أن توفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى أكرم هذا الإنسان. احنا نقول ساعات كده ربنا سبحانه وتعالى أكرم فلان وعطاه يعني من أصناف المال، وده كرم، ده ممكن يكون فتنة له، لكن الكرم الإكرام الحقيقي لما توفق إلى طاعة الله، توفق كده. ما ممكن إنسان يعطى المال لكن يظن بالمال يبخل وبالتالي ممكن هذا المال يستدرك من جهته فيبدأ يبحث عن الشهوات والملذات وإلى غير ذلك. لكن هو المال يكون تصرف هذا الإنسان لما ينفق هذا المال في سبيل الله، فإكرام الرب سبحانه وتعالى للعبد أنه هو يوفق ذلك العبد إلى طاعته، وبالتالي لو وفق إلى طاعة الله فعلى ذلك ينال في الآخرة ذلك الجزاء، وينال هذا النعيم المقيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى للطائعين. ثم بعد هذه الصورة تأتي أيضا صورة من صور القرآن المكي، هي صورة التكوير، تحكي لنا صورة ما يحدث، آيات كده تحدث عند قيام الساعة وآيات تحدث بعد قيام الساعة، والله تعالى يبين لنا ماذا سيحدث في ذلك الكون عند قيام الساعة. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انقدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. علمت صورة بقى مرئية، كل اللي احنا أمضيناه وفعلناه في الدنيا يبقى كده صفحة مرئية، صفحة مرئية. علمت نفس ما أحضرت. جينا بإيه؟ يبقى حنقل ندرس سبحانه وتعالى إيه الزاد اللي معانا بقى؟ إيه الزاد؟ يعني أنا لو أقول لك إيه الزاد اللي معاك الآن، ممكن الإنسان يبقى ما حسبش الأمر أو نسى، يعني احنا النسيان ده يعني أمر موجود عند الإنسان، لكن يوم القيامة يبقى كأنها صفحة كده مرئية، كل ما قدم الإنسان من خير أو شر يعني أحصاه الله ونسوه، فيش حاجة أبدا يعني تفلت أن تكتب في هذه الدواوين. الله تعالى أوكل بنا ملائكة، عمل ملائكة دي حفظ العبد وحفظ عمل العبد، يحفظون علينا الأعمال، وبالتالي كل ما كتب في الدواوين أنا يعني أمليت ذلك على الملائكة. هو الملائكة يكتبون إيه؟ من قولي ومن فعلي أنا، هو دي عمل الملائكة دول. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، زي ما هيأتي في الصورة التالية صورة الانفطار. علمت نفسهم ما أحضرت، يبقى الإنسان هتذكر كل ما فعل في حياة الدنيا، عشت 50 سنة 100 سنة 60 70، كل دي لحظات بتمر علينا، لكن كلها كتابات تكتب بقى، قولي فعلي كل حاجة بيتكتب عليها، تنشر بقى يوم القيامة. شو بقى الحصيلة؟ الحصيلة بقى تبقى ازاي؟ يبقى كده ادي يعني حسنات وسيئات، يبقى المقصة دي ايهما ارجح، الحسنات كانت ازيد ولا السيئات كانت ازيد؟ يا ترى الميزان يبقى كيف الحسنات تكون ارجح ولا كيف السيئات ارجح؟ يبقى عمل الانسان اللي هو نساه يبقى كله تبقى صفحة كده مرئية. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا.
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نرجى الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى مرة قادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.